الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم أحلى راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا. نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فهم. قلكم إن شاء الله نهاركم زيان ونهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثالث في حلقة جديدة من برنامج الدوامة. حلقة جديدة وضيف جديد، ضيف اليوم من أهم الفنانين في تونس في اللون اللي قدم فيه، نبرة صوته، بسمته الخاصة في صوته تخلينا نتعرفوا عليه، نجاح أغانيه عبر السنين خليه يكون ديما في ذاكرة التوانسة. هو اللي تبع البنات وقال يا متبع البنات مش تعدي عمرك في ثنية مترجعش، هو اللي قال اختاني نحكيه على جديد، واليوم يجينا بالجديد مش غناية، أكثر من غناية وبرشا حاجات جديدة باش نحكيه عليهم بعد شوية. يا ليلي هو عنوان الغناية الجديدة، شنية حكايتها، على شكون يغني، وشنو هو القصة اللي ما نعرفوهاش على ذيفي، كيفاش قاعد يعيش الوضعية الصعيبة هذه تاع الكورونا وزمن الكورونا، كيفاش يتعايش معها، وهل صحيح قام بحاجات وممنوعات في حياته بعمره ما حكي عليهم. اليوم باش نحاولوا نطرقوا لهم وندقوا البيبان سبب ضيف غيبي عالمين رغم انه جماهيريا مطلوب. هذا الكل اكثر تعرفوه في حلقة اليوم من برنامج الدوامة. سعيد جدا باستقبال نجم الأغنية الشعبية وفنان الشعب تقريبا المطلب جماهيري كبير عليك، سيد ناجي بالنجمة. مرحبا، رجعنا للسيد ناجي وفيك، ومرحبا بكافة الجروب واللي يخدموا معاك، وإن شاء الله تعدى حصة تحفونا كيفكم، وإن شاء الله معناها نقدموا الإضافة في البرنامج هذا للمستمعين ويشيخوا معنا. الله يخليك. قبل ما نعطيك الالتزام كنا نسمعوا في زميلك وائل الكفوري. زميلي كنا نسمعوا في زميلك وائل الكفوري، الناس اللي يسمعوا تسلطنوا معاه، حاول تبقى على نفس الطبقة نتاع وائل الكفوري. يوفى. نبدأ بالالتزام تجويت ناتيك تقرأ. أقوى شوية. أتعهد بأن أكون صريح وجريء وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع لمعرفة الحقيقة كاملة وتحمل المسؤولية فيما أقول. توس خير كان جيت من عرش نقرة تحشمني. لا نعرفك تعرف تقرأ. سبحان الله. بيه ايش تحب نعمل طبعا؟ صح ولا ترفض؟ نبصم. لا تستير. شوف ما تقولها. شكرا. عبارة غنية. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. هو بيك. الدوامة. شكرا سيد ناجي بالنجمة، قبولك الالتزام طلبنا منك باش تقرب شوية على خاطر جمهورك قال مش قاعدين نسمعوا فيه. طلب اوكي هكا هكا ممتاز هكا الصوت خاطر من الاول غلطنا شوية، نحسب روحي نعامة وغرس راسي. ان شاء الله تخلينا نعملوا معك الحوار ان شاء الله اللي بقدرة ربي. نبداو بأسئلة الشارع التونسي، نخرجوا للشارع التونسي نسألوا على ذيفي، نعطيك أهم وأبرز الأسئلة اللي تعاودوا. أكثر سؤال تعاود ناجي بالنجمة من الفنانين اللي يخدم في فترة الحجر الصحي في الكوفروفو وكل وإلا ليه، وعلاش ما كانش موجود في حملة سيب الليل؟ هذا السؤال اللي تعاود برشا. والسؤال الثاني لك حرية الاختيار بيان سور، قداش الكاشي متاعك؟ أبدأ بالسؤال عاد باش نفهمك، ولا ثلاثة مع بعضهم؟ زوزهم هكا الاختيار الاخراني هذاك ثالثي يمشي. تغني في الكوفروفو؟ لا ما نخدمش تو، مريح كيما الناس الكل. جست معناها فعلنا سهريات معناها في الشهر هذا بقدرة ربي، اما مكثرهم على بكري كما نقولوا في الوقت، مثال تبدا من حكايه السبعه حتى ايش للتسعه. فهمت هكاك في الوقت المسموح به. اي بالطبيعه هذيك. ما غنيتش في الايامات هذوما اللي فيهم حجر صحي وكل. لا ما غنيتش ما غنيتش. مش من الفنانين اللي يغنيوا بالسرقه ما يسووش. لا انا نغني في الدار نورمال وحدي ونخلص روحي ونرزق على روحي نعملهم كل. حاضر انت استغليت الفتره هذه انتجت فيها، فما برشا غني فما برشا حاجات جديده. والله الفتره هذه ان شاء الله تكون معناها الوقت اللي خذيته معناها حضرت فيه معناها عده اغاني، يمكن بالحساب فما ثمانيه اغاني
وفما معناها ريتم جديد باش يسمعوه التوانسة بكلمة تونسية عبارة هذا معناها ستيل كالراي تونسي باش نخدم عليه وإن شاء الله يعجب الناس. وقاعد نحضر فيه أنا وخويا يوسف مؤنس هو مطرب. تحية لي يوسف طبعا. أي تحية لي وهو اللي وزع وهو معناه اللي سجل لي وإن شاء الله من هنا فصاعدا باش يسمع حاجات إن شاء الله بالنجاح المعتاد نيجي بالنجمة ويرجع نيجي للمكانة اللي يستحقها. سيب الليل ما كنتش موجود فيها ماكش معني به والله باش نقول لك كل واحد وطبيعته فهمت. هما عندهم حق راه معناها الحق عندهم حق ناس تحب تخدم على روحها وناس تحب تتعب لكن انا بطبيعتي ديما معناها ما نحبش ندخل في ياسر حاجات فهمت. ياسر حاجات من نوع من نوع ما نحبش تطيح القدر وادخل وتشترسي لي وحاكم تتعارك معاها وتعرشنيه خاطر في الاخر بلادنا من الاخر ما تحترمش الفنان. علاش نكسر في راسي؟ تونس ما تحترمش ما الفنان ما تحترمش الفنان جمل وما تحترم حتى قطاع. ما كانتش هذه فرصة باش الفنانين يفرضوا رواحهم يحكيوا على مطالبهم تحس بهم تكون موجودة معهم بيه سامحني احكيوا وطلبوا في الاخر شو عملوا لهم؟ في الاخر شو عملوا لهم؟ اعطاوهم توا فما تعويذ وقاعدين يطالبوا بستاتيو تاع الفنان فما جراية باش تتعطاها هل كان بعد يسيرنا قيب الفنانين هوني اعطاو الجراية لاصحابهم واحبابهم واللي يعرفوا بعضهم اللي يدوروا مع بعضهم. فما ناس زويولة في الميدان هذوما ما اعطاوهمش. علاش ما اعطاوهمش؟ خاطر هذوك ما عندهمش معناها ما يعرفوهمش فهمت كيف. انت موجود في النقابة مقيد في النقابة نيجي؟ والله لا لا في حتى نقاب ما حبيت ندخل في حتى نقاب معناها ماكش ماكش طالب بالجراية هذه مثلا تعويض ما طالبش بها وما حاشتيش بالنقابة خاطر قلت لك كلها تخدم في مصالح. وقت اللي نلقى نقابة تخدم في مصلحة الفنان ماني طالب منهم شيء وبالعكس ندخل معاهم وننخرط معاهم ونتعب معاهم ما غير ما يعاونوني في حتى شيء باهي جست باش يعاونوا. فما ناس ما نقولش انا لابس عليه فما ناس اقل منا بياسر فهمت يعاونوا الناس هذيك هذوكم في درجه اولى واضح. فما برشا ناس علي سالتك على سايب الليل برشا ناس حكيوا على الستاتيو اللي كتبته انت وقلت الحمله اللي عاملينها الفنانين سايب الليل كان عملتوها ضد اللي سبوا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يكون خير واشرف. برشا ناس اعتبروه كوني يعني ماكش مع الفنانين قالوا نجي بالنجمه في تيار اخر وحده. لا انا راني مانيش نصلي وماذا بيا نولي نصلي اما هذاك الواقع فهمت. كان انت ما غيرتش على دينك غاير معناها على وقت معين تاع غناء فلهذا انت ما احترمتش روحك مش باش يحترموك العباد هاو في الاخر ما احترموكش. واضح فهمتني انت وقت اللي يلزمنا بسخايل انت فنانين مثال لموا بعضهم في على اللي سبوا الرسول وتلم انت وحدك حتى انت معناها في الاذاعه وماكش تغني ترى حاجه كبيره وترى في داخلك ترى حاجه كبيره وتقدر الفنان اكثر فهمت. صحيح. يلزمنا نعملوا ياسر حاجات وقت اللي يلزمهم يتعمل مش كان على الفلوس لا الغني ربي واللي كتبوا ربي انت كما قلت ونعم بالله طبعا واضح. هذا موقفك وهذا رايك طبعا يحترم ويمثلك انت بيان سور. الفنان ناجي بالنجمه باش ناخذوا فاصل صغير نسمعوا فيه جديدك بيان سور من بعد نحكيوا على قله ظهورك الاعلامي علاش مش موجود. التصريح عندك غريب شويه يعني تقبلوه ايضا بعض الاعلاميين بطريقه غريبه كل اعلامي يعتقد انه في يستدعاك الدار ولازمك تتودد له وتقرب له في دون سو سونس. انت الكلام اللي قلته بعد شويه نرجعوا له. وايضا ناجي بالنجمه فنان وكان يعدي في الممنوعات شنو حقيقه الحكايه هذه بعد الفاصل خليكم معنا راجعين. الدوامة يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم واصلين حوارنا مع ضيفنا لليوم الفنان السيد ناجي بالنجمة. كنتوا تسمعوا في جديده يا ليلي ويا ليلي قارتني كان بالسيد نمشي برك شبين متحبيش دكتور غنية ممتازة جونا التونسي حاجة صيفي ممتع تاع فروحاتنا متاع روساتنا كلمتك والحانك ناجي كلمات والحاني وتوزيع وتسجيل يوسف مؤنس. في العادة المعروف عليك تكتب وتغني كان حاجة عشتها حاجة قصة من الواقع متاعك. ليه ما سمحني واحد كي باش يكتب ويلحن جست باللي يحسه باللي يشوف فيه في حياته هذاك هو اللي باش يعبر عليه فهمت. مش لازم هو اللي صاير لك فهمت. نجم يصير لخوك لصاحبك لصاحبتك لاختك عادي معنا. فما حبيب غايب عليك انت ليه ما باش نكذب عليك هاي. كلهم غايبين عليك كلهم ما شاء الله ريت سبحان الله تبارك الله والله. قديش من خطيبة عندك؟ عندي خطيبة بركة ومشيت على روح تو بقيت اللي يحب حاجة موجود
به هذه الجديد يا ليلي وباش تتصور كليب؟ لا انا مصور كليب خرجت عذبني حبي. عذبني حبي غنيه زاده جديده ستيل اخر وريتم خليجي وتو تسمعها تاخذ عليها فكره. ريتم خليجي نسمعوا منها شويه يقولوا لي موجوده عندنا الغنيه معذبني حبي شويه ونرجع نكملوا حوارنا معك نسمعوا شويه الجو الجديد تاع نيجي بالنجمه. لون اخر جو اخر لون اخر وان شاء الله معناها تلقى حظها وكا الكليب موجود مصور على شين يوتيوب نتاعك اليوم نجي بالنجمه من الفنانين اللي خلطت على الديجيتال واللي تخدم برشا ديجيتال على اليوتيوب على مازلنا كي بدينا مازلنا كي بدينا خاطر معناها الديجيتال هو ولا المطلوب للمطرب خاطر مش تبقى تحت رحمه برامج ولا تحت رحمه مذيعين قاعد تفهم شيء ولا معناها. شركات ولا حاجه ما عادش عندنا شركات نحن كنا عايشين بالشركات كي سكروا الشركات الفن الشعبي رجع بالتوالي مش رجع خاطر فماش كلمه ولحن ولا مطربين مصلي على النبي فما ياسر باهين اما تبقينا كالدعم وكاللي يوصل لك صوتك كانت الشركات هي اللي تتعامل اليوم اليوتيوب مدخل رئيسي للفنانين لي رابور اليوم يعملوا في ارقام كبيره فما في الاغاني الوتريه زاد اغاني قاعده تعمل في ارقام اليوم الفن الشعبي ونجي بالنجمه منهم اللي يولي يقولون احنا يعمل في انفستيسمون ديجيتال يلزم مش انا برك يلزم مطربين شعبيين كل يفيقوا في الحكايه هذيا يتبعوا الموجه الجديده خاطر نحن بقينا بعقليه قديمه يلزمنا نتبعوا الموجه الجديده هذيا باش نعاودوا نخدموا اللون نتاعنا ونعاودوا نوصلوه. الوصول للقمه صعيب والمحافظه على النجاح في القمه اصعب. بالطبيعه. انا هو اللي عاش ونجي بالنجمه. هو الوصول للقمه مش صعيب. هو سهل اما البقاء على القمه هو اللي صعيب. فهمت؟ يعني هو اللي عشت واللي نجحت فيه اكثر توصل للقمه ولا المحافظه على البقاء في القمه؟ هو المحافظه على البقاء في القمه هو السعيد به لكن كما حكينا ياسر حاجات قلت لك في تونس هنا معناها وليت الفنان يتلعب به والفنان يزمه يعمل حاجات معناها يطيح قدره ساعات باش يوصل سبحان الله فما ياسر فنانين ما تحكيش وما تكلمش تظهر لك في الاعلام وتعرشني تحسها فرحانه وهي تعبت باش يوصل باش يعديوه باش يرضوا عليه باش فهمت كيفاه انا تحت الموجه هذيك ما نحبش ندخل وكرا. شو معناها باش يرضوا عليه؟ شوف اش نفسر لك قل لي فما انا حكيت قبل وانت قبيلك سالتني نحبك تعاود لي سؤال باش نجاوبك عليه كما هو. انت قلت الاعلاميين ماشي في بالهم البرنامج دارو وهو يحكم في البلاتو لازم يكون راضي عليك وتكلمه وتستدعاه باش يجيبك. باهي انا ما اعطيت بصمه فهمتك هيك معناها يلزمك تكون صاحبي باهي انا هاني انا وياك صحاب صحيح ونحكيو كلمتك نهار انا على برنامج ما صارش هكا ولا ما صارش وقت اللي يلزمك انت باش تجيبني تكلمني تقول لي ناجي راك باش تتعدى معايا سي بون فهمت كيفاش؟ انت هاك صاحبي ومحترم خدمتك الاخرين لا وقت اللي يبدا صاحبك هو وحبايبك يعديك في العام اربع خمسه مرات وقاعدين نشوفوا فيه نحن راهو فما مطربين في الشهرين ونص يعدوهم مرتين ويمشي للبرنامج الاخر يعدهم خاطر هما عباره قال الاخر كوميتا مع بعضهم يخدموا فهمت؟ ما نقول لك نيجي كان عندك عمل ناجح ولا كان عندك عمل جديد نجم تكون موجود وكي يجي يحكي معايا يدخل تو يلقى عندي اعمال جديده والشخص الاخر اللي تعدي فيه ما عنده حتى شيء اما تبقينا تعدي فيه خاطر انت وياه اون كونتاكت وينك ويجي نعملوا قهوه وتعرشني وتعرشني وقت اللي هما تو تشوف فيهم انت في كما نقولوا تشوف فيهم في بهرج كبير وقت اللي انا نعرفهم كانوا باش يعدوا مطرب يمشوا شركة ياخذوا فلوس معناها نعرف عليهم ياسر حكايات كيفاش كانوا يعيشوا هما يعرفوني لي انا نعرف معناها كان نجبد لهم ياسر حكايات انتم كنتوا تاخذوا في فلوس من الشركات باش تعدوا مطربين شكون هذوما اعلاميين انت تعرف عليهم اعلاميين معروفين وهما يعرفوا رواحهم ما نحبش انا نسميهم امي هما يعرفوا رواحهم كيفاش كانوا يعيشوا فهمت
اخطانا من انت ناجي بالنجمة سار معاك هذا في يوم الايام فما شكون طلب عليك باش تكون موجود. انا ما طلبوش علي فهمت باش نحكي لك اما انا نعرف اللي عدوا مطربين بالفلوس وياخذوا عليهم في فلوس في فتره ما فهمت وباش يعدي حتى يكون هو في الراديو ويبدا عنده كونتاكت بالتلفزه فهمت يعديك ياخذ عليك فلوس باش انت تمشي تعدى في التلفزه الفلانيه فهمت وتو ولد قلت لك عباره كوميته يخدموا مع بعضهم في اللي هذا نكلم الفن اي فنان شعبي واي فنان تونسي فهمت يلزمنا نخدموا على اليوتيوب خاطر هذاك الباز هذاك اللي يوصل لك صوتك ما تبقاش تحت رحمه اعلامي يلزم هو يرضى عليك هو شنيه هو ما دام ما احترمش خدمته فهمت ما هوش باش يحترمك هو راهو العلاقه بين الفنان والاعلامي باش تبدا واضحه زاد للناس اللي يسمعوا فينا ما فماش انا نقعد تحت رحمتك ولا انت تقعد تحت رحمتي ماهيش هذه رابور غانيو غانيو انت تربح انا نربح انت في حاجه للاعلامي وانا في حاجه للفنان باهي نمشي معاك هذا المعمول به شوف انا راني ما نحكيش على السمعي ديما مشي فهموها الناس الكل أيوة. نحكي على البصري باهي تلفزه نحكي وتلفزه تلفزه صحيت بالنسبه انت تربح وانا نربح نمشي معاك كما تحب انت جامي باش يعديك اعلامي وانت مستحق باش تعدي حاجه يعديك وقت اللي هو مستحق باش يعديك معناها الفايده اللي هو باش يملي برنامجه مي مش الفايده ليك انت وباهي نعاود ونحكيوها هي بيدها الكرونيكارات الدنيا الكل هما اللي قاعدين يعديوا في بعضهم راهو تجي تقف معناها تجي تحب تفهم حاجه مخك يقف يجيب لك عنده اربع مطربين يدور فيهم على ثلاثه قنوات هذوكم والكورونا كاريت يجيبهم يعديهم البرنامج هذا ويرجع لاخر كورونا كاريت ويرجعهم وغاديكا يبقوا هما يلعبوا حصير ونحن نتفرجوا فيهم اوكي انا واحد من الناس ما عادش تفرج فيها الجمله تونس هذيا بالحق ماخذ موقف نقاطع على يا ودي ما نحبش نتفرج فيهم علاش انا نتفرج في حاجه وانا عارفهم ريت اللي باش يعديوه والمحتوى نتاعهم وكيفاش باش يعديوه عارفهم واربعه من الناس قاعدين يدوروا فيهم ترى نسمي لك برامج قول لي كلموك على القليله حبوك تظهر معاهم ولا لا ومن بعد نتعدى بك السؤال الاخر مثلا نبدا هذه اخرتها برهان بسيس كلموك البرنامج لا لا تعرفوا البرنامج ما نعرفوش باهي ديما لاباس معنا في الورتين ديما لاباس كلموني على اساس باش تعدى معاهم في راس العام هكاك حسيت بالاثنين وقت باش تصور معاهم كيفاش ومن بعد كلمتني اللي تخدم مع نوفل قالت لي باش نخليوها ونعاد نعديوك معناها الاثنين اللي من بعده وقت اللي انا من الاول ما حبيش نتعدى علاش خاطر ما عنديش وقت باش نهبط جديد ما عندكش جديد يلزمني انا نهبط حاجه جديده باش تكون في مصلحتي كما هو خام في مصلحتي لا انا نعرف انا كي نكلمك ناجي وسلام نقول لك اي نحب نشوفك نحبك تتعدى معايا تقول لي محمد ما عنديش جديد هذا صار لي انا معاك هذه عادي وقت اللي حسيلو من بعد اختاروا مطرب اخر حسيلو فما تطيح قدر فيها الحكايه تم تعويضك بفنان اخر كما هما يتصرف معناه يكلموك ما ظهر لهم شيء معناه مش مفسر لك واحد ولا يشمئز منهم ماذا بيا ما يكلمونيش من اصل به جودي تو امين جارا كلموك البرنامج لا ما كلمنيش وما عنديش بهم كونتاكت ومعناه ما عنديش عليه لوم فهمت ربي معاه معناه عديني ما عدينيش حاجه عبد اللي شو تايم تعديت معاه لطفي تعديت معاه هاي لطفي باهي الباساج كان مريقل تحفون ولطفي اللهم صل على النبي عليه نوجه له ديما التحيه خاطر بالحق لطفي فدلك تعرف شنيا اما مع الفنان التونسي بصفه عامه ومع الفنانين الشعبيين بالاخص ديما كي تتفرج فيه تلقاه قدرهم واحترمهم فلهذا نوجه له التحيه الناس الكل تحية ليه به فكرة سامي الفهري مع هادي زعيم فكرة سامي الفهري مع هادي زعيم هادي زعيم عنده موقف فهمت عنده موقف منك بقيت نفسر لك ريت ساعات تلقى واحد عايش في بهرج وحده مركبها لروحه فهمت كأنه هو الرب الأعلى هو اللي يتصرف المطربين وهو اللي فهمت كيفاش هو ماخذ الطريقة هذيك أنا ما نكلموش علاش ما نكلموش خاطر هو عامل كما نقولوا حكايه في راسه وحكيتها انا ماذا بيا ما نرجع لهاش ما يصيرش نعاودها انا نسجل انا وبلتي وبلتي ايه في ديو في استوديو قاعدين جاء هو انا خرجت من استوديو ما كتبتش هي الغنيه باش تخرج المفيد خرجت انا ماشي نخدم على روحي فهمت كلمني قال لي راني جيت للاستوديو باش نصورك انت وبلتي ارجع قلت له ليه راني في الطريق ماشي نخدم قال لي ارجع ما يسالش حتى خذ ربع ساعه معناها سخاين نوصل لمخر الناس دافعه فلوسها كيفاش تقبلوني
كيفاش باش معناها انت ترضاني معناها تصير لي مشكله تعتبر هذا سوء تفاهم اللي موجود بينك وبين الهيد ديزاين ماهوش نورمالمون هو مو يخزر روحه في اللي هو حاجه كبيره يلزم كن فيكون معناها ايجا نجيك هذيك المطربين الاخرين تعمل معاهم ايجا نجيك انا ما تعملهاش معايا خاطر انا نعرفك كيفاش كنت تخدم وكيفاش تتعامل مع المطربين وكيفاش معناها ما نحبش ندخل في تفاصيل طبعا أخرى. ربي معاه طبعا رأي كذا ما ينقصش من نجاح الهادي زعيم جماهيريين وبالأرقام وكل شيء ريت جماهيريين وهادي زعيم الورتاني كلهم مثل قارة ما نعرفش اللي حتى اللي نسيتهم نقولهم سامحوني مازال برنامج اخر باش نسالك عليه اما طيحوا شويه معناها طيحوا ذكر روحك كيفاش بديت وكيفاش كعاونوك الفنانين وكيفاش كانوا يجيوك وقت تهز التليفون ويدعموا فيك باش انت توصل هذاك الكل اخزر له ما تخزرش حد ساقيك واضح فهمت باهي برنامج الشمس والنجوم مع شمس الدين باش شبيه كلموك لا لا كان يكلموك تمشي والله ما نعرف انا والظرف اللي انا فيه النجم نمشي النجم ما نمشيش علاش قلت لك النجم نمشي والنجم يا اخي فنان فنان امبريفيزيبل معناه انا حر كيفاش المعامله معك ما تنجمش نفهموك ليه النجم نمشي والنجم ما نمشيش النجم انا في اللحظه هذيك عندي خدمه نحب نوصلها فلهذا يساعدني البرنامج تعدى فيه وكي يبدا ما عنديش خدمه باش نوصلها علاش باش نظهر يمشي واحد اخر عنده خدمه في بلاصتي باش يوصلها مش زادة شوية بخل منك وشوية انت زادة نجي بالنجمة فما نسبة من الغرور تخليك اليوم تقول انا ما نمشيش وما نطيعش ليه 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 بالعكس انا اخزر لي انا التلفزة بصفة عامة هي راهي تفيدني فهمت طبعا اما كيفاش تفيدني وقت لي مشني نغني وحدي انا في تونس معاك طبعا معايا ياسر وياسر اسامي كي انا ما عنديش وهذاك عنده يتعدى اللي عنده فهمت واضح. اما انت كي تجي تتبعهم اون جينيرال راهو شادين في ثلاثه ولا اربعه مطربين والاربعه مطربين اللي وقف لي مخي انا ما عندهم شيء ما عندهم حتى شيء وما عندهم حتى شيء حتى عندهم جديد ما عندهم لا جديد لا هم حتى جديدهم تافه اكثر منهم بالحق نحكي لك معناها فنيا تعبان على الاخر تقل من قيمه زملائك يا ولدي ما نحكي انا حكيت على اربعه كعبات راه اي ما شو نفسر لك حاجه باهي لو كان انا ريت هاك تعدي وليد التونسي يتعدى برشا مرات عادي وليد من الاصوات الباهيه واللي عنده غناء طياره واللي معناها عنده شعبيه كبيره سمير وقتاش يعدوا فيها قال له حتى وقتاش يعدوه يجي يحكي له على مثال على شنو مشاكلك في يا ودي عدي له جديده شي يهمك فيه قاعد عنده جديد سمير فما جديد يا ودي كيفاش باش يعد ينتج وقت اللي انت تذكره بعد عام تعديه اشرف كيف باهي فما محمد رمزي فما محمد علي الاسمر اي طبعا فما وليد صالحي فما ياسر بقى نجي بالنجمه انا ما نحبش العلاقه تكون علاقه قطيعه بينك وبين الاعلام لا ما يلزمش لازم تكون فما تواصل لازم انت تاخذ انا مع الاعلام ما عندي شوية. حتى مشكل باهي اما فما كما نقولوا اعلاميين معينين نحب نوصل لهم كلمتي راني انا ما على باليش بكم لا انتم لا برامجكم ليش كنت تقولها؟ الهادي زعيم نوفل الورتاني هذا ومزوز اللي ناجحين ياسر ريتهم بالنسبه لي انا ما يهمنيش فيهم من اصل كان يستدعوك ترفض تحت ما عادش نحب نحضر عندهم جمل واضح شكرا لك صديقي ناجي بالنجمه نتعدى معك تو سويت الفقره الثانيه في الحوار لافيون روس لافيون روز لافيون روز هو الجانب الوردي في حياتك وانت خليت فيها ورد يلعبك لي بعصابي تو لافيون روز سيد نجي بالنجمه هو الجانب الوردي في حياتك قديش وردي في حياتك؟ 100% حياتك الكل ورديه تعديت؟ ورديه تعرف ما دام موجوده فيها ميمتي ربي يفضل يفضلك ما عندك هي الدنيا الكل هذيك الورديه انا باش نوريها لك توا في الليكرون هوني تنجم تشوفها الحاجه حباره حبروش ما شاء الله عليها ربي يفضلها وربي يعطيها العمر والصحة يعيشك هذه والدتك من بعد شوية باش نعطيك الفرصة انك تغني لها غنية من بعد شوية لكن انترو تون خلي الوالدة على جنب وربي يفضلها ويعطيها العمر والصحة حياتك رغم اللي فيها برشا حاجات صعيبة برشا تقلبات نقولوا كفنان عشت فترات صعيبة رغم هذا تقولي 100% وردي الحمد لله ريت ما دامك تتنفس وتمشي وتاكل وما عندكش مرض خايب وميمتك واخواتك لاباس عليهم هذيك الفائده راهو ما فماش حاجه اخرى اكثر من هذه قديش نسبه ندم في حياتك
نسبة ندم عندي كما نقولوا 30%. 30%؟ ثلث حياتك ندم عليه؟ اي ثلث يس. والنصف عديت وريقت؟ لا الثلث الاخر. اثناش ريقت... اثناش في المية في حياتك فرحان به؟ تي مش مشكل احسب. ترقد برشا نجي انت من الفنانين اللي ترقد ياسر؟ ما خاطر نسهر ياسر. انا نرقد الصباح، نرقد الصباح نبدا نحضر نقد. ومن بعد باش نعرفوا علاش تسهر ياسر. عندي هوني معلومات عليك ان شاء الله يتوضحهم يا تكذبهم. به والدتك واللي انت حكيت عليها تقول نتمنى نشوفه يعرس ويتهنى ويعمر داره. به خاطر انا في بصفه عامه فهمت ديما اختياري خايب فهمت. تختار العبد الخايب؟ نختار العبد اللي مش في بلاصته جمله يا رسول الله. علاش؟ خاطر ساعات مثال تلقى امراه مش حكايه خايب، الران اللي عرفتهم ما همش خايبين معناها كمثال عندهم زايد ولا لا، اما مخاخهم مش متاع باش تقدم معاهم القدام. ومن بعد كي اللي تعرفت انا على اخر امراه في حياتي معناها تعرفت عليها مصلي على النبي عليها، ارتحت انا وياها، قدمنا القدام عنا. كنت انت الشخص الخايب في حياتك؟ لا طلعوا لي دارهم خايبين. وانت ديما الباهي الملايكة يا ودي؟ مش نباهي انا. في انا كما تقول لي امي انت كلب كلاب. باهي كي انت ترتاح نفسيتك. ربي يفضلها. باهي هاي امك هوني في الصورة، شنو تحب تغني لها ترى؟ نغنوا لها هيا مش جاية مكتوب. هيا مش جاية مكتوب. باهي وانا بعد شوي باش نطلب منك غنية تغنيها لها. مش مشكل. غني لها هيا مش جاية مكتوب وانا بعد نحب يميمتي الغالية. هيا مش جاية مكتوب غريب ملايا غير ربي، ها يما وهلا يما والجرالي بكي القلوب وهذا كان اللي فين مخبي، ها يما وهلا يما ها يما وهلا يما. ما شاء الله عليك خويا، صوتك من الغنيه لتو متاثر وانت تغني فيه. به انا نحب نسمع يميمتي الغالية، تحفظ منها شويه الفنان الكبير سامي اللوسيف؟ اي نحفظ منها شويه. اي نحب تغني شويه ونهديها للامهات الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وربي يرحم الامهات اللي توفوا. يميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق، مشتاق لك مشتاق، بعدك يا عزيز عليا الايام لعبت بيا وكواني الفراق وكواني الفراق وكواني الفراق. يما ربي ان شاء الله يرضى علينا والدينا دينا واحد، وهذيك هي النتيجه الاخرانيه. الفنان سامي اللوسيف معنا. مرحبا بالكحلوش. اهلا بالروج. وينك؟ ها؟ هادي خويا كالعادة. اي كالعادة. هكا وعاد تو الايامات هذيا داخل لنا رمضان، نعم ندخلوا في ذو القعدة، نعملوا قعدة. نعم نعم. الطقس مش لابد. سيد سمير لوسيف الفنان الشعبي والنجم. لا استنى خلينا نسلموا عليه. يا وقال لك الطقس مش ولا بد، عندك الفلاحه سمير. ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الغيث نافع يا خويا. اي ان شاء الله احنا لبلادنا. يوف امين امين. انا عندنا وجه ربي. سمير لوسيف معانا، مرحبا بيك، فرحان برشا اللي موجود معانا سمير لوسيف. مفاجأة ليك نجي بالنجمه تخلي معاك ديريكت سمير لوسيف. سمير شو امورك؟ شنو جديد؟ شفما طمني عليك تو دابور. والله الحمد لله ولله الحمد والشكر. رجعت الخدمة تحركت شوية الدنيا؟ كل شيء اسمع، كل شيء مربوط ببعضه، وربي ان شاء الله يحرك اسبابه، ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء والهم هذا ان شاء الله ربي. اول حاجة الوباء، والوباء الموجود في البلاد، الوباء الموجود في البلاد، خلاف الوباء هذا اللي الابتلاء من عند ربي. اي اما اخطر سمير، خلينا نتعاون زوج مع بعض. اما اخطر بالنسبه ليك؟ والله هو ما اخطر من الوباء، والله على الاقل نموت من الوباء هذا فهمت، شهيد عند ربي. تلقى تلقيح، اما الاخرين ما فيهمش تلقيح يا سمير.
بنعمل في تيم ترقيع لا في تيم شيء. لا نجموا ان نحركوا جبل الاحمر ونهبطوا لهم كنا بعصي وحده. اقسم بالله تحرك كفحهم كفحهم تجيش وليت وكبارين لا تلقى منهم واحد. خليك على الاستعداد سمير توا ما تعطيش اشاره الانطلاق يا خوي. سمير لوسيف ناجي بالنجمه فرحان انتم موجودين بحذايا. معلوماتي تقول ان شاء الله على قريب فما جديد يجمعكم ان شاء الله باش نعملوا اغنيه جديده مع اخويا وتحومتي وصاحبي والمطرب الكبير نتاع تونس في الفن الشعبي هو سمير لوسيف. وان شاء الله معناها معناها نوصلوا فيه الفكره نتاع الفن الشعبي بطريقه تبدا شعبيه 100%. سمير كيفاش الديول الفكره كيفاش صارت كيفاش جات؟ والله الفكره ناجي فنان كبير هذا مما لا شك فيه. هذا تاريخه يحكي عليه مش نحكي عليه انا كسمير لوسيف. اول حاجه نحن ولاد حومه وتعاملت معها في عديد من الاغاني عويش النجاح الكبير عويش النجاح الكبير تطور 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 صدت عندها برسك شي 15 سنه وتطور فهمت الناس تطلب عويش بجاه ربي فهمت باش تعرف انت شنو قيمه الكلام وقيمه اللحن وقيمه التوزيع وكان حاضر على كل شيء فهمتني واضح. وكي جات الفكره هذه فهمتني مع خويا فهمتني وتهمتي وتسمى احنا عباره فامين فاميلتي ديجا انا فرحان برشا للديو هذي باش يجمع زوز اصوات قويه في الفن الشعبي وزوز عندهم نجاحات مسيره كبيره برشا. انا فهمتني وكي جا الاقتراح مع عند هذاك اخويا فهمتني سمعني اللحن سمع الدنيا كل حاجه حلوه ممتازه ممتازه جدا. ناجي شو اسمها الاغنيه؟ العنوان الاغنيه باش يفهموه هما بطريقه اخرى من بعد كي يسمعوه يلقوا حكايه اخرى. عنوانها يرحم عمي. نعم يرحم عمي هذا اسم الاغنيه ان شاء الله تفهموها من بعد. وان شاء الله انا متاكد معناها الاضافه الكبيره في الاغنيه اللي باش يزيدها سمير. وان شاء الله معناها من هنا فصاعدا باش نتلهوا عنا خدمه كبيره. وان شاء الله معناها سمير بقى منتج خاطر الاسم موجود بقينا هو مش راضي على الاغاني اللي وصلت له اللي ان شاء الله معناها تو باش نعمل نحضر برنامج كامل لسمير. وقيد سمير توحشناك نحبوك ترجع دوب ما يحضر جديد تكونوا موجودين بحذايا. سمير لوسيف نحبك تكون موجود بحذايا زاده في الدوامه الجمهوريه يطلبك وتكون موجود باش ناخذ فاصل. انا نحب نسمع شويه بصوتك اختار اي اغنيه نهديها شويه للجمهور. نعرفك تقوم بكري سمير دونك صوت حاضر تو تنجم تسمعنا حاجه. والله مانيش بسمعني شوف شوف مانيش نحكي مانيش قد بعضي فهمتي تعرف علاش؟ علاش؟ والله تو باباك فهمت شنو كنت نحكي له حتى نجم بو مريم اللطف عليه بابا تاعي فهمتي في حاله حرجه جدا اللطف عليه اللطف عليه يا رب حرجه بكل فهمتي حتى بيك اختي تكلم فيه وتبكي وقلت له هذاك اللي حب ربي شنو ربي خفف عليه وهذاك هو وربي يشفيه ان شاء الله واللطف عليه مانيش فهمت ان شاء الله ربي يخفف عليه امين امين يا ربي يشد له في صحه بدنه ويعطيه العمر والصحه. تحيه ليك سمير لوسيف شكرا ليك. نجي بالنجمه ناخذوا فصل صغير ثم نرجع نكملوا نجي بالنجمه الفتى المدلل لحركه النهضه شنو الحكايه بعد الفصل. الدوامه هي فيما على الراديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم الجزء الاخير في حوارنا لليوم مع الفنان ونجم الاغنيه الشعبيه السيد ناجي بالنجمه الدكتور الدكتور ناجي بالنجمه. تود سويت اليرت روش اليرت روش. ناجي بالنجمه الفنان المدلل لحركه النهضه قديش نسبه الدليل بارك بارك قديش نسبة صدق الجملة هذه؟ اغسر لي باش نفهمك. ريت حركة النهضة والأحزاب الكل نوجه لهم تحية كبيرة من عندي ونقول لهم الله لا يربحكم. ما عندي ما نقول نكرههم الأحزاب الكل. هذا مساجك للأحزاب الكل. هاك تشوف مساكن العباد كيفاش تعاني منهم. ان شاء الله ربي يهبط لهم عرفت شنو يرفعهم يهزهم عنده. والله بالحق تعبوا البلاد تعبوا العباد مساكن العباد. انت من الفنانين اللي يتبع الشان السياسي يتبع شوف انا نعرف السياسه ونتبع فيها تفهم. تبقينا السياسيين الموجودين في تونس لعبوا بالبلاد ولعبوا بالناس الكل
انتخبت مشيت شاركت في الانتخابات؟ عمري ما انتخبت خاطر نعرف الريزلتا هذا باش من بعد اي مظلوم يبكي انا واحد من الناس منتخب الشخص هذاك اللي بكى. ما هو انت كي تعطي صوتك تختار الشخص الافضل. هما اربعه ولا خمسه ما همش افضل جمله. الاربعه ولا خمسه فيهم حتى واحد افضل. تو الاحزاب الكل قلت لك اللي يربحهم معناها فيهم واحد باهي، اعطيني شكون اللي باهي. باهي مثلا في الانتخابات الرئاسيه هاي. في الدور الثاني ما انتخبتش؟ ما انتخبتش بالرغم حبيت على قيس سعيد خاطر ريت جل التوانس يحبوه، اما انا في قررت نفسي نعرفهم مش هذاك النوعيه اللي باش تطلع اللي باش يلزم نوعيه من الشعب راهو نختاروه نحن ونهزوه ونحطوه في القصر. كيفاش هذا؟ ما نعرفش كيفاش باش تجي خليها تجي، فهمت؟ قيس سعيد يعتبر من الشعب يعني المفاجاه في الانتخابات. لا مش مفاجاه، فما ناس دزيت وحطيته في الطريق هذاك وبنات له وعملت له بلان كامل باش يوصلوه بالطريقه هذيك خاطر يعرفوا الشعب يتعاطف مع العباد جابوه له بطريقه اللي حبوه هما يوصلوه يوصلوه. طلعت تتبع بالكدا في الحياه السياسيه. يا ودي نعرفهم من غير قال الاخر كيفاش يعيشوا. مالك قول لي شنو رايك في اللي صاير في المجلس؟ يا ودي انا ايش قلت لك؟ مجلس نواب الشعب، اعطيني رايك برك. يا ودي هذوكم ينوبوا رواحهم، قاعدين ياخذوا في شهريه ويمكمكم مع بعضهم في طرف فلوس ومتعبين، واذا شدوا لك جهه يمصوا خيراتها وتعرف شنو ويجيك يقول لك راني ندافع على الشعب، انا الشعب تدافع عليه. بالك انت عايش معنا وتدافع على شعب موريتانيا وعامل لنا لغه مش نفيقين بيه نحن. والله غريب. ايش مدخلوا في الشعب؟ اعطيني واحد قاعد يفيد في الشعب. والاسماء اللي حتى في حركه النهضه كما نقولوا نوجه له التحيه ويعرفوه من راجل الغنوشي الاصغر واحد في النهضه هو الشيخ لطفي سنوسي. الناس هذه الكبارات كما الشيخ لطفي سنوسي علاش مش موجود في معناها في المشهد السياسي؟ علاش؟ مش الحياه، المشهد السياسي. زعما انت وقفتني باش تصلح لي خير. لا برافو عليك. انا الدكتور. انت الدكتور. لا ملم متفاجئ به. باهي انت من هون للجزيره ديريكت. هذايا علاش ما يدخلش شيخ لطفي سنوسي؟ خاطر انسان بالحق نظيف ياسر، فلهذا كي شاف المشهد نتاعهم فيه الوسخ ما تخلش وما يدخلوهوش خاطر هو بطبيعته كاخر. انت تعرفوا هذا الشيخ؟ نعرف نعرفهم الكل، انا مكثرهم 90% تحت النهضه. انا معناها كي صارت لي مشكلتي كنت في العزله معناها مربوط وكانوا معايا الناس الكل، فهمت؟ وقت في فتره سجنك كانوا موجودين معاك؟ موجودين معايا في العزله خاطر انا فهمت العزله اللي فيها هما الانتماء والعدامات، انا معناها كنت فيها البلاصه هذيا ونعرفهم ونحكيو مع بعضنا ديما ونخرجوا مع بعض. دونك من هوني جاء قربك لحركه النهضه، هذا علاش يقولوا الفتى المدلل لحركه النهضه؟ لا ما عندي بهم حتى صله، كان في معناها في السجن ومع عباد معينه معناها كما نقولوا الشيخ لطفي نحبه برشا ونوجه له التحيه، انسان نظيف وانسان معناها يغير على تونس ويغير على بلاده. انا مره سالته سؤال باهي يبقى في مخي، قلت له الشيخ لطفي تو انت هاك تشوف معناها في العباد كيفاش معناها تتعامل وتعرف شنيا، وانت حبيت معناها تصلح في البلاد ورضيت ترمي عمرك. قلت له كي عرفت الحكايه ذي لو كان يرجع بك الدنيا تزيد تعمل؟ قال لي على خاطر بلادي نزيد نعمل ونزيد نعمل، وحتى كان ضعت انا ولا ضعوا اولادي ديما عنا ربي، فهمت كيف؟ الشخص هذايا ما دخلوهوش معاهم، فهمت؟ علاش ما يدخلش معاهم؟ علاش؟ خاطر يجي كونترهم، خاطر ما يجيش معاهم في صفهم اللي تعمل فيه النهضه هذايا ما يرضيهوش وراهو معناها عمل لهم ياسر مشاكل. هبطت المسيره اللي صارت نهار 27 كنت موجود. ومسيره شنو هي؟ حركه النهضه. تو لازم نكرههم لازم نمشي معاهم. ما مشيتش. دونك الاجابه على السؤال انك الفتاه المدلل ما فماش منه. اخزر النهضه الاحزاب الكل عبير موسى الدستوري الحر قريب امورها يا بنتي ما نحب حتى يا ولدي يا على بنتي هي ما يا ولدي انت يا خويا ربي يخليك. باهي رساله للرؤساء ثلاثه باش نعطيك الاسم قول لي شنو تقول له ميساج. كاني مثلا مش تخلي له ميساج بالماسنجر هكا ما اعطيتك الفرصه تكتب له كلمتين ونتعديه. رئيس الحكومه هشام المشيشي. أول حاجة ما نعرفوش وما تبعتوش، أما نقول له إذا باش تخدم اخدم وحط حاجة في مخك اللي ما يدوم شيء وراك باش تقابل وجه ربي وهو باش يحاسبك على أفعالك وأنت ومخك. واضح. السيد راجل الغنوشي. السيد راجل الغنوشي باش نقول له راك أنت عبارة فما قصة قديمة عنوانها مسيلم الكذاب وأنت راك كذبت بالدين. فلهذا راك في اخر عمرك خاف ربي. الرئيس قيس سعيد. قيس سعيد نقول له ما تبقاش ديما تخرج تتكلم بالعربيه
خاطر نعرف ونحن الشعب معناه انت تحب توعينا وتفهمنا بالعربية خاطر نحن نتكلموا بالدارجة العربية متاعك ما نفعتناش شوف الزوايا ولا في الجهات خذ مواقف اخرج وفما ناس راهي تستاهل باش تتوقف وتدخل الحبوسات يزمك تدخلها واللي ظالمينهم يزمك تخرجها وما تلعبوش بالقضاء خلوه قضاء محايد خاطر راكم لعبتوا به على الاخر واضح ملم بالحياة السياسية فاجئتني بها وبالشأن السياسي هذا رأيك طبعا الفنان الشعبي نجيب النجمة باش نتعدى معاك الفقرة ولعبة باش نلعب معاك تود سويت اسمها إشاعة ولا مش إشاعة باش نعطيك أخبار أنت قل لي إشاعة وما تفسرش كان مش إشاعة احكي لي عليه إشاعة حاضر إشاعة به أول أخبار عندي هوني لطف عليك والله اللي يعودهم عليك أيامات وعلى الناس اللي يسمعوا فينا وربي يفك أسر الناس المجونين وقت اللي شديت الحبس 7 سنين تقريبا بسبب القضية يعرفوها الناس الكل كنت تدخل في الممنوعات للحبس كنت ندخل في الممنوعات اما يلزم يعرفوا الممنوعات شنو ندخل جيل ندخل بارفان هذو حاجات ممنوعه ندخل ويلكمان كاسيتات باش نسمع هذا ماكله مثل ممنوعه حلو طار حد غادي الممنوعات هذه الممنوعات هذه هي الممنوعات واضح يعني صحيح الممنوعات لكن بقى شنو الممنوعات هذا اي معناها صفه الممنوعات أي. طو اعطيناها صفه نحن تحبش ندخل حاجه خلينا غادي السؤال اللي بعده في فترة سجنك زادة عايد زيت عايد افضحتني يا محمد لطف عليك في فترة سجنك زادة يقولوا لي حاولت أكثر من مرة تهرب صار هذا لا لا حاولت وقتها معناها فما أشخاص في النهضة وقتها وكنت أنا معناها حبيت مش نجيب لهم ماتريال باش يخرجوا به معناها باش نهربهم ومن بعد جاني صاحبي قال لي انت وحباره يعلقوكم تعرفوا قتلوكم وانا ما كنتش في مخي من بعد فيقني صاحبي سكوفيلد كنت في الحبس تخمم باش تهرب للناس لا مش نخمم جيت بطبيعتها هكاك باه نقفلوا به الموضوع هذا نتاع اخر سؤال يهم الموضوع هذا صحيح كنت تجرف بالمخدرات انت وفنان شعبي اخر كبير معروف كبير في العمر ولا كبير في العمر في الكارير وفي القدر لا 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 مش صحيح مش صحيح عندي اسم الفنان اي مش ايش قولوا لا قل لي انت صحيح ولا مش صحيح لا قولوا وانا تنقول لك خاطر قلت لك مش صحيح زيد قل لي انت مش صحيح بصفه عام بصفه عام واضح نتعد 2013 ناجي بالنجمه قريب من التطرف ويخمم يلتحق بداعش في سوريا اشاعه ولا حقيقه ودي كيفاش انا نرقد ياسر باش نتلاقى بيه وكيفاش باش نحارب معاهم والنهار كامل راقد فهمتش مدخلني في داعش تعرفوا سبب غريب هوني قالوا لي بعد ما دروس من اهم النقاط اللي وعدوك بهم يعني الجنه وشنو تلقى في الجنه وكل هذي السبب اللي خلاني اجي معناها نخلي كتاب ربي باش نسمع كلام ربي هو يقول لي كيفاش الجنه ونتبع واحد ربي يعلم بيه عنده شهر ما دوش ويقول لي تعرف اش مدخلني فيهم انا هذوما تحكي لي عليهم باهي نتعد نجي بالنجمه يرفض يعرس من امراه اجنبيه ثريه جدا عرضت عليه الزواج مقابل انه يسافر يعيش البر هي مش هكاك اما واتات مثال توانسه هما فهمت نسيت توانسه وما نجمش نعيش البر خاطر استانست بتونس يقولوا لك بطل الفن هذا الشرط عليه انا امراه بالعكس معناها تحسبت الحساب ما بالكش باش راقصه انا مش نقول لك بطل الفن شو مدخلني بالحكايه هذه لا قالوا لي شرط فما امراه شوف شوف نفسر لك حاجه من الاخر انا يا ولدي نحب بلادي ونحب حومتي على الاخر وروحي وعقلي في امي ما نجمش عايش نفضلك ما عندك وما نجمش نسخير روحي حتى كي نسافر ريتني اكثر مره بقيت فيها لبرا 15 يوم هذه نسمى الطوب نتاعي طولت به الروح نتاعي تطلع هذا هي تعريف الاخبار بلادنا راهي طياره على الاخر اللي يسافر هذا يعرفوا اللي بلادنا به هذا تعريف الاخبار قل لي شاعه ولا حقيقه في عرس مشيت تغني طلعت العروسه ليكس نتاعك لا مش كانت صاحبتي وكهو ليكس نتاعك اي لا ليكس عندها اخي كل واحده صاحبتي تسمى ليكس راهو عندي ليكس عند الانسان العادي تتسمى اكس عند الفنانين المشاهير كيفك كذا هذه تعرف ايش معناها ليكس معناها انسانه علاقه تولت صحيح علاقه عندك معها مده صارت يعني لقيت صديقه قديمه هي العروسه لقيت صديقات مش كان صديقه برك بكيت في العرس بكيت علاش بكيت
تندبتوا تو هذاك اللي مش داخلني فيه. نجي بالنجمة كان على علاقة مع فنانة مشهورة. اي ولا لا يعيدها معصية. لا كانت صحيحة هذه. اي صحيح. شكون الفنانة؟ ايش يعمل فيها؟ أنا قلت لك الله لا يعيدها معصية، مشيت على روح. الله لا يعيدها معصية شنو معناها كلمة كبيرة؟ معناها ترفض اليوم تخرج مع فنانة مشهورة؟ معليش معناها انا في الاتجاهي في معناها في المراه الفنانه التونسيه محلاها فهمت. اما انا ما معناها نحبها في دومين اخر. ما تاخوش فنان ما ناخوهاش خاطر نعرف الريتم نتاعي والفن معناها فين كيفاش معناها يلزمها هي انسان بعيد على الفن والفنان يلزمه معناها كيما نقولوا مراه بعيده على الفن باش ينجموا يتاقلموا مع بعض. خاطر اذا الزوز راقدين نهار كامل واذا معناها كهو كليهم نخمش محافظ شوية طلعت نجي بالنجمة. علاش محافظ مدخل هذا هذا اللي استنتجته من كلامك تو. آخر سؤال نكملوا به حوارنا معك. شكرا ليك فنان الشعبي الكبير نجي بالنجمة كما قلت جانب جديدي يا ليلي ومعذبني حبي زوزة غني تنجموا تلقاهم على شان يوتيوب نجي بالنجمة. عمني كنت حاضر بحذية هوني سألتك على مريم الدباغ قلت لي ما نعرفهاش شنو تعمل هذه اليوم وليت تعرفها؟ نعرفها عن طريقك انت عرفت بعد البرنامج؟ اي بعد البرنامج قالوا لي حتى بعثت لها ميساج في انستغرام وما جاوبتكش. زاد صار هذا تو ذاك اليوم باش نبعث صار اش مدخلني فيها هي ولا غيرها ما بعثتليش. يا اخوي تحبني بعث لها بعث لها يرتحك انت كيف نجي بالنجمه. شكرا ليك سعيد جدا انك كنت بحذايا. تلقاو جديد نجي بالنجمه على شان يوتيوب نتاعو نجي بالنجمه. توضيح قبيله قلت لي تحب تقول عليه الباج اللي موجوده على فيسبوك بيراتي مش نجي بالنجمه اللي قاعد يهبط في الفيديوهات ويسب ويقول في كلام. الباج اللي عندي جديده و جديده هذيك فيريفي كل شيء امورها جديده يشرف عليها نجي بالنجمه. الاخرى بيراتي مش انت بيراتي واضح. شكرا ليك نجي بالنجمه تلقاه جديد والكل طبعا يا ليلي يا معذب حبي الاخطاني في ثوبها جديد. شكرا ليك نجي بالنجمه تحيه ليك وشكرا ليكم وان شاء الله البرنامج هذايا المتألق يبقى ديما متألق ربي وتلقاو انتم على راس المشهد الإذاعي والإعلامي خاطر نحبكم برشا. ربي يخليك نجي بالنجمة قسما بشرفي كنت صادقا بنسبة قديش قسما بشرفي كذاب قديش نسبة 50%؟ لا لا 90% 90% نجي بالنجمة. شكرا ليك تحية لكل الفريق العامل عبير زغدودي طارق حنيش وسام السافي آمنة في الإخراج إيهاب وسليم في اف ام تي في. أنا مبقى لي كنقول لكم مستمعينا نهاركم أسعد الأيام نتقابلوا في حلقة جديدة مع ضيف جديد ويا مرحبا.